نكمل على الفيديو اللي فات. احنا دلوقتي بقى عايزين نعمل insert، بس نعمل insert في الاند، يعني في اخر اللست عندي. لو انا مثلا جيت عندي دي 20 و5 عايزة احط بقى في الاخر، هعمل ازاي؟ اول حاجة تعالوا نعمل الهيدر بتاع الفانكشن. فهنيجي هنا، طبعا الفانكشن برضه المفروض هتاخد مني اللست اللي انا شغالة فيها وهتاخد مني الداتا. ففي الحالة دي تعالوا نعمل هنا void نسميها insert end مثلا، وهنبعت لها struct node هنسميها ادي الهد، ونبعت لها الداتا بتاعتي اللي انا هشتغل عليها، سوري نسميها مثلا بيس. قبل اي حاجة خالص، طالما انا عايزة insert وهحط داتا ايا كان احطها فين، محتاجة في الاول اكريت النود بتاعتي واحط فيها الداتا، وبعد كده ابقى اشوف اخليها هتشاور فين ولا هتعمل ايه. هكريتها ازاي؟ اكني باخد object من الاستراكت. فهنيجي هنا نقول استراكت نود نسميها اي حاجه ديو نود تحت البوينتر. طيب وطبعا عشان نعمل لها allocation في الميموري، يبقى انا في الحاله دي هقول هنا malloc، ونبعت هنا size of، وبعدين هنا اللاين ده تاني بيعمل ايه؟ هيجي كده في الميموري، عمل هنا نود اهي، تمام. طبعا نيو نود دي كل مره واحده بتتكتب باسم نيو نود، مش مشكله يعني، مش ازمه بالنسبه لي. ونيجي هنا نسميها دي اللي انا شغاله عليها دلوقتي، سميتها نيو نود. طيب محتاجه اعمل ايه؟ اول حاجه احط الداتا فيها. احط الداتا فيها ازاي؟ هاجي اقول دلوقتي ان نيو نود اللي انا عملتها الداتا بتاعتها هت equal الفاليو اللي جاي لي. يعني انا مثلا دلوقتي لو جاي لي 50 هتتحط هنا مثلا 50، يعني انا هنا 50 اهي، سوري هنحط هنا مثلا 50، تمام. طبعا هي دلوقتي مش بتشاور على حاجة، طيب مش بتشاور على حاجة يعني المفروض النكست بتاعها بنال، اللي هو هنا ده مش هيبقى فيه داتا لسه، مش بتشاور على حاجة. فعشان هي مش بتشاور على حاجة، يبقى انا هاجي دلوقتي اقول ان نيو نود النكست بتاعها بي ايكوال نل. طيب نعمل ايه بقى؟ اول حاجه نشوف لو الهيد بتاعتي دي كانت بنل، معنى كده ان مفيش داتا عندي لسه، وان دي اول حاجه تدخل، فمش فارقه حتى لو انا بانسرت في الاند، فهي اخر اول حاجه، فالهيد كده كده هتقف عليها علشان دي الوحيده اللي موجوده. ففي الحاله دي هعمل ايه؟ هسال لو الهيد بتاعتي اللي هي المفروض بدايتي كانت بت ايكوال ايكوال نل، وهي بت ايكوال ايكوال نل يعني لسه اصلا ما فيش داتا، دي كانت جايه لي اول واحده، في الحاله دي الهيد هتقف عليها عشان ما فيش غيرها. يبقى هنا الهيد هت ايكوال مين؟ النيو نود اللي انا مكريتها ده، لو ان كيس اللي هي ايه كانت اول واحده. انما لو في داتا زي اللي انا عاملاها دي وعايزه اشاور في الاخر، يبقى تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. هنيجي هنا في else، ايه اللي هيحصل بقى؟ اول حاجه انا المفروض هانسرت في الاخر، انا ما اعرفش اي معلومه غير ان انا الهيد دي هي الوحيده اللي واقفه على اول واحده، يبقى انا محتاجه اوصل للاخر عندي وبعد كده اوصل اخر واحده بالنود الجديد. طيب هوصل للاخر ازاي؟ هشوف طول ما النكست بتاعي بتاع النود اللي انا ماشي عليها دي مش بنل، في الحاله دي افضل ماشي، اول ما يبقى بنل هوصله بالاخير. بس المشكله ان انا ما ينفعش اتحرك بالهيد، لان انا لو اتحركت بالهيد هبقى ضيعت الداتا بتاعتي، بمعنى ان انا الهيد عندي هي اللي بتخليني اشاور على بدايتي، فلو هي مش موجوده يبقى انا كده مش هعرف البدايه فين. طب اعمل ايه؟ اروح اعمل بوينتر تاني اخليه برده يشاور على الهيد، ويبدا هو يتحرك من لحد الاخر بقى لحد ما نوصل. يبقى هنعمل ايه هنا؟ هنيجي هنا هنقول struct نود سميه مثلا بي، واخليه واقف على الهيد بتاعتي. هعمل ايه بقى بعد كده؟ هقول while طول ما البي النكست بتاعه، طول ما لسه سوري، طول ما النكست بتاعه اللي هو اللي وراه يعني تمام مش بيساوي نل، يبقى not equal نل. ايه اللي هيحصل؟ اروح اتحرك للي بعده. يعني ايه؟ يعني البي واقفه هنا، النكست بتاعي بنل، لا يبقى هروح اتحرك هنا، النكست بتاعي بنل، اه يبقى خلاص انا وقفت هنا، تمام. يبقى هحرك البي ازاي؟ هقول ان البي بت ايكوال بي نكست، ده اللي هيخليها تتحرك للي بعدها. طب خلاص البي
اخر مره بقيت واقفه هنا، هعمل ايه بقى؟ هقول اخر بقى بعد ما وقفت هنا وكده النكست نود، مفيش حاجه بعدها، هقول له ان البي النكست بتاعها هي ايكوال نيو نود، فكده الادرس بتاع نيو نود فلنفرض ان هو 3 1، فالتلاتة واحد دي هتتحط هنا. ففي الحاله دي هاجي اعمل ايه؟ هقول دلوقتي ان انا عندي البي دي بتيكوال، سوري هاجي اقول ان البي النكست بتاعها بيكوال النيو نود اللي انا عاملاها، يبقى انا كده وصلت نيو نود في الاخر. لو انا جيت حطيت نود جديده برضو هتيجي تتحط هنا بعدها. تعالوا كده نرن الكود نحط هنا في الاند ونشوف ايه اللي هيحصل. نيجي هنا انسرت، نعمل هنا انسرت ويدي، هنا هنبعت لها الليست سوري اند ليست 1 كوما، ومثلا هنبعت لها 100، هنلاقي ال 100 بقى اتحطت في الاخر. تعالوا كده نرن، بصوا 7، بعد كده التلاتة اتحطت قبلها عشان هي beginning، بعد كده الخمسة قبلها عشان هي beginning، المية لما اتحطت في الاند اتحطت في الاخر. لو خدت اللاين ده وحطيته مثلا هنا وقلت له حط لي مثلا 50، هلاقي الـ50 دي محطوطة في الآخر. ثانية بس نقفل الآخر ما يطلعش ايرور، ونحط كمان بعد 100 مثلا 200، وتعالوا رن. بصوا ايه اللي حصل، الـ7 اتحطت، بعد كده الـ3 جت في البيجيننج فاتحطت قبل الـ7، بعد كده الـ50 جت في الاند عشان كده اتحطت بعد الـ7، بعد كده الـ100 سوري الـ5 جت في البيجيننج فاتحطت قبل الـ3، بعد كده المية دي جت في الاند فتحطت في الاخر، والميتين جت في الاند برضو فتحطت في الاخر خالص. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ انسرت في الاند. طيب انا دلوقتي بقى مش عايزه اعمل ولا في البيجيننج ولا في الاند، انا عايزه اعمل انسرت في اي بوزيشن انا عايزاه ايا كان ايه هو. طيب عشان اعمل انسرت في بوزيشن انا عايزاه، تعالوا نعمل الاول الفانكشن اللي هتخليني على انسرت في البوزيشن ده. هنيجي دلوقتي نعمل void نسميها مثلا انسرت بوزيشن. طيب هبعت لها ايه؟ هبعت لها برضو الليست بتاعتي وهبعت لها الداتا اللي انا شغال عليها. تعالوا بقى ناخد دي كوبي كده بدل ما نكتبهم تاني، كنترول سي. ماشي انا هنا بعت لها الليست بتاعتي اهي، المفروض كمان هبعت لها البوزيشن اللي انا عايزاه. يبقى نيجي نعمل هنا ادي البوزيشن. طيب نعمل ايه بقى دلوقتي؟ اول حاجه قبل اي حاجه وقبل ما اشوف النود دي هتتحط فين، محتاجه اكريت النود بتاعتي اصلا. طب اكريت النود بتاعتي ازاي؟ نفس اللي احنا عملناه بقى هنا، هنعمل struct نود ونحط هنا ايه الداتا بتاعتي. تعالوا ناخد بقى السطرين دول كده كوبي بدل ما نكتبهم تاني وهنحطهم هنا. يبقى كده خلاص دي كده اللاين ده كده كاريت نود وحطينا فيها الفاليو اللي جايه لي، والنكست بتاعي لسه بنال بقى ما اشوف هعمل ايه في حياتي. لو انا ما حطيتش نكست بنال مش مشكله، كده كده باي ديفولت هيبقى بنال. طب انا عايزه احطها في بوزيشن معين، يعني مثلا انا عايزه احط مثلا النود اللي انا كريتها دي، انا جيت هنا دلوقتي كريت نود اهي اللي هي النيو نود الجديده، وحطيت مثلا فيها رقم سوري حطيت فيها رقم مثلا 23 هل، ودلوقتي اسمها مثلا احنا سميناها هنا برضو نيو نود اهي، تمام. انا دلوقتي عايزه احطها في البوزيشن الثاني، يعني 0 1 تبقى هنا، يعني عايزاها ما بين الخمسة والخمسين، تبقى 23 هنا في النص، تمام. ثانية معلش. طيب نكمل، احنا دلوقتي بقى عايزين نحطها في البوزيشن اللي هو التاني، اللي هو يعني احط ال 23 دي ما بين الخمسة وما بين الخمسين. طيب هعمل ايه؟ تعالوا الاول احنا طبعا هنحتاج حاجه تخليني اروح للبوزيشن التاني، يبقى احنا في الحاله دي هنضطر نعمل فور، تمام. هنيجي نقول هنا من انتجر اي بت ايكوال 0، وكل ما الاي بتاعتي اقل من البوزيشن اللي هو مديهولي، تمام. طيب ايه اللي هيتحرك لي؟ يعني ايه اللي هيخليني اتحرك لده؟ انا طبعا ما ينفعش اتحرك بالهيد، يعني انا محتاجه اوقف بوينتر عشان البوينتر ده يوصل لي، يعني انا محتاجه اخلي النيو نود دي تشاور على اللي فيها 50، يعني 23 تساوي على 50 وال5 تساوي على 23 عشان خاطر ابقى انا الثانيه. طب هعمل ده ازاي؟ طبعا انا محتاجه بوينتر يروح يقف الاول على البوزيشن بتاعي. فكره اللوب بس ان هو ايه، انا اتحركت مره واتحركت كمان مره عشان ابقى واقف على المكان، ومش هينفع اتحرك بالهيد. يبقى في الحاله دي هعمل بوينتر اخليه يقف على الهيد ويتحرك من عنده،
يبقى نيجي نعمل هنا struct نقول هسميه مثلا current. طبعا انا مش هكريت نود، مش يعني مش محتاجة اعمل مالوك علشان انا مش هكريت نود، انا بعمل بوينتر بس يتحرك، يبقى هت equal هوقف على الهيد على طول. تمام، ففي الحالة دي ايه اللي حصل؟ انا دلوقتي بقى عندي هنا كده عند الهيد كمان عندي الكارنت واقفة عليها. طب هعمل ايه جوه اللوب؟ انا محتاجة احرك الكارنت عشان تروح تقف في المكان اللي انا عايزاها تقف عنده، فعشان احركها يبقى في الحالة دي هقول له ايه؟ ان الكارنت بتيكوال كارنت نيكست عشان تتحرك للي بعدها. يعني هتيجي تشوف هنا، هنا بزيرو اتحركت كمان مرة بقت بون، اتحركت مرة كمان مرة بقت بتو. طيب اعمل ايه؟ انا دلوقتي هاجي اقول ان النكست بتاع دي، مش انا دلوقتي مثلا عندي هنا الادرس، سوري الادرس بتاع دي مثلا واحد كانت 3 1 اهو، فانا عايزه دي تشاور على دي، فعشان دي تشاور على دي محتاجه البوينتر بتاعها يشاور عليها، يبقى هقول له ان النيو نود النكست بتاعها بيشاور على الكارنت. يبقى نيجي نقول هنا نيو نود اللي انا مكريتها النكست بتاعها هي ايكوال الكارنت. طيب مش انا دلوقتي محتاجه ان كمان النود دي اللي هي قبل الكارنت دي تشاور على 23، يعني فيها الخمسه دي تشاور على 23. طيب انا دلوقتي الفكره ان مفيش حاجه واقفه على دي، فدي مشكله. ولو انا كنت موقفه الكارنت على دي في الاول وخليت الكارنت راحت مشاوره هنا مره واحده، فانا وقعت كل اللي بعدي. طب محتاجة اعمل ايه؟ محتاجة اعمل بوينتر يقف على اللي قبلها كمان عشان اخلي اللي قبلها تتوصل بيها. يبقى انا في الحالة دي هعمل بوينتر كمان، ناخد دي كده كابي، هسميه previous مثلا. حلو، طيب ممكن اخليه يقف برضو في الاول على الهيد. هعمل ايه بقى؟ هاجي اقول هنا ان current بت equal، سوري هاجي اقول دلوقتي ان البريفيوس بتاعي هت ايكوال مين؟ الكارنت. يعني ايه اللي انا بعمله ده؟ يعني انا دلوقتي بالظبط اول حاجه خالص، ثانيه كده نغير اللون عشان تشوفوا ايه اللي بيحصل. انا الكارنت ايه في الاول؟ الكارنت واقف هنا عند اول واحده، وكمان البريفيوس واقف هنا عند اول واحده. الاي بقت ب1، ايه اللي حصل؟ اول حاجه البريفيوس بتيكوال الكارنت، فالبريفيوس وقفت هنا. بعد كده قلت له الكارنت بتيكوال كارنت نيكست، يبقى في الحاله دي الكارنت خلاص مش واقف هنا والكارنت واقف هنا. تمام، هل انا دلوقتي وصلت البوزيشن اللي انا عايزاه اللي هو لسه 2؟ لا انا لسه عند 1، يبقى هدخل تاني جوه اللوب. البريفيوس بتيكوال الكارنت، فالبريفيوس واقف هنا وخلاص ما بقاش واقف هنا، ده كده خلاص ما بقاش موجود. ثانيه، البريفيوس دلوقتي واقف هنا وده كده مش موجود خالص. تمام، طيب وبعدين الكارنت بتيكوال كارنت نيكست، فالكارنت خلاص ما بقتش هنا وجت وقفت هنا كده. طب انا كده في البوزيشن اللي انا عايزاه، انا هنا قلت خلاص ان دي بتشاور على دي، مش انا دلوقتي هنا عندي بريفيوس، يبقى البريفيوس ده هخليه يشاور هنا على دي عشان خاطر تبقى موجوده في النص. ففي الحاله دي هاجي اقول ان البريفيوس النكست بتاعه هيشاور على مين؟ على النيو نود اللي انا عاملاها. يبقى انا كده عرفت اعمل في بوزيشن معين. يعني انا لو جيت هنا قلت له مثلا insert في بوزيشن وقلت له ادي هنا اللاست بتاعتي وادي بعد كده الفاليو، مثلا هيحط لي رقم 500 في بوزيشن 2 مثلا. تعالوا نرن كده نشوف ايه اللي هيحصل. بعد ما حطيت الداتا كلها ادي اندكس 0 اندكس 1 اندكس 2 اللي هي فيها 500 اتحطت اهي. لو جيت مثلا قلت له كنترول سي كنترول في، قلت له مثلا في بوزيشن 4 حط لي مثلا نيجاتيف اكس مثلا، فلو جيت دلوقتي عملت رن هلاقيه اهو 0 1 2 3 4، ادي في بوزيشن 4 اهو حطها كده. احنا المفروض عملنا insert beginning وعملنا insert في الاند وعملنا insert position معين وعملنا display. الباقي بقى ان شاء الله لما ناخده هعمل لكم بيه فيديوز برضه.